السلام عليكم اخوتي المغاربه. هانتوما كتشوف واحد الحاله قدامي كاينين في اكادير حي الخيام. هاد السيده هادي ما لا حول ولا قوه، ما عرفتش كيفاش غادي نهضر، ما عرفتش كيفاش غادي نعبر. السيده عايشه في الزنقه، جالسه في الزنقه، هانتوما كتشوفوا الحاله ديالها، حوايجها كتفرشهم بالليل، كتجمعهم في الصباح. ما اقدرش نهضر، ولكن هانتوما تشوفوا الحاله ديال هاد وليداتها. ها هما هي عندها 4 ديال الدراري. ها هي انتم هنا فين كتعيش، هنا فين كطيب، هنا فين كدير بزاف ديال الحوايج. والليل والشتا والبرد وكلشي عليها. ها هي نخليها معكم تهضر وهي تقول لكم الحاله ديالها. ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش، المغاربة راهم قلبهم كبير و حتى واحد ما غادي يخليك ان شاء الله. ها انتوما كتشوفوا الحالة ديالها، ها انتوما هذا موليدات، هذا دابا هاد الدراري مساكن لا مدرسة لا تعليم لا والو، جالسين في الزنقة، عايشين في الزنقة منهم للشمس للشتا للبرد. ها انتوما كتشوفوا 4 ديال الدراري ما ساهلينش المعيشة ديالهم. ها انتوما الفراش ديالها، مول الكرا جرى عليها خرجها للزنقة، ما عندهاش فين تمشي، ما عندهاش فين تعيش. ما هانتوما اخوتي المغاربه، الله يرحم الوالدين اللي قدر يساعدها، ولو غير يجي يطلع عليها بعدا، هم بعدا غير تحس براسها ما كايناش بوحدها. حنا نخلي لكم النمره التليفون ديالها، والله يجازيكم بالخير كاملين، الله يجازيكم بالخير. هانتوما شكرا اخوتي، الله يرحم بها الوالدين.